ننقل بقى للي بعده. يا ريت. محسسين يعني ان انا عشان انت لسه ما بداتش طاقتي بتت اكتر من كده. والله ما بدات. لا. انا قلت لك كلمه اصلا. لا ده انا طاقتي اللي بعده الموضوع ده اللي بعده. يلا لا طبعا بص يعني اقرب طبعا اتنين في حياتي او اقرب دي ست حياتي وفاء عامر دي يعني بصي البوصله بتاعتي اول ما تعوج كده او اول ما دماغي كده بتبقى مش مظبوطه او ابقى كده خايفه او بتاع بلجا لوفاء على هي وفاء في حياتي على طول. حبيت بس افكرك بالفيديو ده قبل ما اشغل الفيديو اللي بعده وافكرك بيه برضه. طيب انت دايما بتقفي مع صاحباتك وريم البارودي من اعز اصدقائك، وقفتي مع مشكله محمود سعد احمد سعد سوري، بس ما وقفتيش في مشكله ريم البارودي وريهام سعيد، ليه؟ لقيت نفسي بسمع من طرف واحد وانا ما ينفعش احكم من طرف واحد. اوكي سمعتي يعني من ريم بس ما سمعتيش من ريهام. اه فقررتي ان انت ما تتدخليش. ما وبعدين انا شايفه ان يعني هم المفروض يبقوا اكبر بكتير قوي من المشكله. حقيقه يعني. اجابه حلوه. بيقولوا ان الحلقه دي كانت سبب زعلك من النجمه وفاء عامر. لا خالص، لا وحياه ربنا انا لسه شايفه، لسه حد ابن حلال بعت لي دوت من تقريبا 20 يوم. طيب وبعدين؟ لا انا زعلت عادي من... يعني خدتيه عادي الرد ده؟ اخدت انا كل حاجه دلوقتي بقيت اخدها عاديه. انا زعلي من وفاء تقريبا بقاله سنه وشهرين، انا ما بكلمهاش بقالي سنه وشهرين. اصل ما بين الفيديو الاولاني وعملتي رياكشنات ضحك وبصيتي يمين، اصل الواحد كل ما بيكبر في السن في حاجه غامضه يا ريم. لا والله الواحد كل ما بيكبر في... يعني بتفرج، كنت بتفرج على نفسي، فالواحد كل ما بيكبر في السن يعني السن عليه عامل برضه يعني، والحاجات اللي بتحصل للبني ادم وكده. بس انت ضحكتي لما الفيديو بتاعها جه، اللي هو اني واحد ابتسامه كده بتاع اللي هو بالوان، ابتسامه بالوان اللي هو كان في القناه الثانيه اللي هي كلهم بيشتغلوا في القناه دي. اه لا ضحكت طبعا لان هي اكيد متعرضه ل... خليني بس اقول لك يعني. لا انا عايزه اعرف ضحكتي ليه الاول. والله العظيم ما تجاوبينيش وتمشي الحلقه على مزاجك يا ريم. هقول لك ليه، هقول لك ليه. ما تحكيليش وتمشي الحلقه على مزاجك يا ريم يا بارودي. طب هقول لك ليه. قول. طب انت مش مديني فرصه وحياه ربنا. ده انت ما حدش بيتكلم في الحلقه غيري. اصل وفاء اللي كانت بتكلم دكتور اشرف زكي النقيب، وكانت بتكلم استاذ شعبان المحامي. اه وهي اللي كانت متدخله، وقصه عاشور المصور ده وفاء يعني انت يعني اللي بتقوله ده يعني ده انا ما اعرفش بتقوله ليه، اكيد هي زعلانه من حاجه يعني حتى طريقتها مختلفه. فده انك سمعتي وانت كنت ايام احمد سعد سمعتي من الطرفين. يعني انت سمعتي من طرف واحد بس، يعني انت كنت من ايام احمد سعد جبتيه من ايده سمعتي الخلافات، يعني اكيد في اكيد حد مسخنها. طب قولي لها الكلام ده في الكاميرا. قول لها ليه؟ انت اللي بتعرضي لي دلوقتي فبرد عليك. قولي لها ردي على الفيديو ده. هي ست بتاعت ربنا وبتصلي وبتعمل عمر وعملت حج وعندها عمر، لو الكلام ده حقيقي اطلعي بكره واعملي فيديو واكتبي على السوشيال ميديا وقولي انك سمعتي من طرف واحد. ده انا الفويس الوطن العربي كله سمعت. ده انا زعلت منها ان الوحيده الممثله اللي راحت فرح المتهم. الممثله الوحيده اللي راحت فرح المتهم اللي خد حكم. اه قالت لي انا كنت بسحبه، يعني بسحبه لينا يمكن مش عارف ايه. فالكلام لما يطلع كده في عايزاني اعمل ايه؟ الطم على وشي ولا اقطع شراييني؟ اعمل ايه؟ الاثنين ولا ده ولا ده، كله عند الله.